ما وراء تلويح عبد الله حمدوك بالاستقالة؟ وما ملامح الفترة الانتقالية وخارطة الطريق التي يدعو إليها حزب الأمة؟ كيف نقيم ردود الفعل الإقليمية والدولية على ما يحدث في السودان؟ وأي مستقبل للسودان في ظل التجاذبات الحادة بين مكوني الحكم؟ أسباب تأزم المشهد السياسي والأمني في السودان وتداعياته في تقدير موقف الليلة 9 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.